السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه. ومرحبا بكم معايا في قناتكم مطبخ حليمه الفلالي مع وصفات جديده وفيديو جديد. شيواتنا اليوم ضمن سلسله الشيوات الرمضانيه، واليوم كامل مجموعه من الاقتراحات الرائعه اللذيذه والناجحه، والاكيد كما عودتكم دائما سهله في التحضير وما تاخذلكش وقت ومجهود في الكوزينه. بقاو معايا نشوفوا تفاصيل التحضير ديالها من اول هذا الفيديو للاخر دياله. اولا غنحضروا العجين ديال البرجر. اليوم غنحضروا فطائر بشكل زوين بزاف بعجينه البرجر اللي كتعطي كميه كثيره. غادي نحتاجوا في المكونات 4 الكيسان ديال الدقيق، يكون نوعيه جيده يعني الخاص بالحلويات، ما يعادل 500 غرام. غنعبروا بالكاس العنبه الكبير، كما كتلاحظوا الكيسان يكونوا عامرين باش يعطيونا 500 غرام. هذه في حالتي الا كانت العائله كبيره، اولا بغيتوا ديروا كميه وتحتفظوا بالكميه الاخرى في المجمد النهار الاخر، لان هذا كيعطينا كميه كثيره. غنحتاجوا معلقه سكر، معلقه الخميره، مع جوج معالق من الحليب بودره، وشويه ديال الملح، ربع كاس من الزيت النباتيه او زيت الزيتون. غادي نجمعوا الخليط بالماء يكون دافي، العجينه تكون رطبه، ومن بعد غادي نزيدوا واحد المعلقه كبيره عامره مزيان من الزبده، هي اللي غتعاون العجينه باش تجمع وكتعطيها اضافه كيف كنقول لكم دائما زوينه بزاف للعجائن الا ضفناها في الاخير، على اساس يعني كاين اللي كيديرها في الاول، ولكن هذه احسن بكثير انها تكون في الاخر. وكنبقاو كندمجوها شويه بشويه حتى كندخلوها في العجين. ممكن تستعملوا يديكم وكما العادة تعوضوه بأي روبو عندكم في الدار، غير كتندمج الزبدة مزيان في العجين صافي كتكون جاهزة. غنخليوها تختمر حتى كيتضاعف الحجم ديالها عاد باش كنشكلوها، وفي هاد الأثناء نمشيو نبدلو الحشوة باش حتى هي تبرد على خاطرها. بالنسبة للحشوة كتبقى اختيارية، ممكن ديرو أي حشوة كتفضلوها. هنايا غادي ندير وفي مقلة، ودائما كيجيني السؤال على هاد المقلة ديال إينوكس، فهي ديال لاماكوم، عندي الكبيرة والصغيرة ديالها ديال إينوكس، زوينين وصحيين. غادي نديرو شوية ديال الزيت، جوج حبات ديال البصلة اللي كنفرموهم أو كنشردوهم رقاق، كنخليهم يتشحرو غير شوية وكنزيدو لهم فلافل. كاين اللي مكيبغيش الفلة ممكن ما يزيدهاش، لكم الاختيار. وكيف قلت الحشوة اختيارية، ممكن ديو هادي او اي حشوة كتفضلوه. صافي غادي هادي كتجي لذيذة بزاف بهاد الاضافات اللي غادي نزيد لها من بعد، فغادي تعجبكم الا جربتوها اكيد. كنخليهم يتشحروا واحد شوية، ومن بعد كنزيدو قطع ديال صدر الدجاج اللي كنقطعها مربعات صغيرة، وكنزيدو معها التوابل. كنزيدو ثوم مجفف اللي ممكن نعوضوه بالثوم العادي اللي نفرموه ونضيفوه في الاول مع البصل، شويه ديال التحميره، شويه ديال البزار، وشويه كذلك ديال قزبر يابس مطحون، وملح على حسب الذوق. كنخلطو الكل ونزيدو اعشاب منسمه على حسب الرغبه. درت الخليط ديالهم اللي هو بروفانس اللي كيكون فيه الزعتر ويزير وزعتره وورق سيدنا موسى، ممكن ديروا واحد منهم فقط. صافي غادي نخلط، يعني هذا كيعطيهم مذاق متميز لهذه الحشوه، وطبعا ما غتكونش عند الجميع، لذا ديروا اللي توفر عندكم في ديك الاعشاب المنسمه. وغادي نزيد اما جوج معالق من الياغورت الطبيعي، كيعجبني نزيدو بزاف مع الحشوه ديال الدجاج، ولا كانت عندنا القشده الطريه تكون احسن، هي كتعطي مذاق زوين بزاف. يعني اللي عندكم فيه فيهم ديروه، اما ياغورت طبيعي او قشده طريه الخاصه ديال المطبخ. كنخليوها غير كيغلي، كنديروا قطع من الزيتون الاخضر الشرائح، وكنطفيو البوطه، وكتكون الحشوه ديالنا جاهزه. نخليوها تبرد على جنب. وبالنسبه للعجين ضروري ما يخمر مزيان وينتفخ بهذا الشكل عاد باش كنقسموه الكويرات. الحجم ديالها يعني تقريبا واحد 60 غرام في كل وحده، وانتوما ممكن ديروا الحجم اللي بغيتو، هما 60 غرام تيجيو زوينين في الشكل ديالهم، متوسطين، ما كبار بزاف ما صغيورين تاني.
صافي. الا بغيتو يعني هاد العجينه هي المعتمده في البرجر، فممكن الا بغيتوهم ديروا صغيورين للبرجر غديروهم اصغر من هاد الحال، واحد 30 غرام فقط. كما كتلاحظوا العجينه رطبه، الا نشكلها كويرات وغندوزها في شويه ديال الدقيق ونوضعها في صفيحه الفرن فرشه ورق الطبخ او مدهونه بالزيت. كنبعدوهم طبعا لان مازال يختمروا ويطيبوا في الفران باش ما يتلصقوش لينا، ونخليهم يختمروا مره اخرى، ما كياخذوش الوقت بزاف، الجو دافي وكذلك خمروا المرحله الاولى مزيان. كيبان انه ضعف حجمهم بهذا الشكل. صافي كنشعلوا الفران يسخن مزيان وندهنوهم بالبيض مخلط مع الحليب او مع الخل من الجوانب ومن كل شيء، وردوا البال غير بشويه دهنوهم وندخلوهم يطيبوا. ممكن نزينوهم او نخليهم هكا ماشي مشكل، انا حيت الكميه ماشي كلها غادي نعمرها فغادي نزين الكل ماشي مشكل، يبقاو هكاك زوينين حتى في الشكل ديالهم. شويه ديال الزرارة على حساب الرغبه، او كيف قلت نخليوهم كما هما يطيبوا من التحت على 200 درجه ومن بعد نحمروهم من الفوق. وهذا شكلهم منين كيطيبوا، كيجيو خفاف بزاف مقطنين وشكلهم رائع. صافي نخليوهم يبردوا حتى هما باش عاد نقسموهم. كتلاحظوا وراه ممكن نحتفظوا بهم في المجمد، هي ما نزيدوش على واحد الشهر فقط. مي كيبردوا كنقسموا العجين هكذا باش نعمروا النصفين، بجوجهم كيتعمروا يشكلهم زوين وسهلين في التحضير. كيعطيونا كميه كثيره، دابا انا خرجت من هذا العجين 12 او 14 فهو غادي يعطيني 28 وحده. ونبدا نديروا الحشو بهذا الشكل، نردوا البال نعمروا حتى الجوانب، وغادي نستمر حتى كنعمرهم كاملين. وللاشاره راه ممكن ديروا العجين او الخبز البرجر الجاهز اللي كيتباع جاهز بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الوقت نهائيا. ملي كنعمرهم كنديروا كميه لا باس بها من الجبن او الموتزاريلا، انا استعملت الموتزاريلا. وغادي نخليوهم حتى نبغيو نقدموهم عاد كندخلوهم للفران غير يذوب الفرماج فقط وكنقدموهم، يعني كيقربوا الفطور باش كيبقاو سخانين كنقدموهم مباشره. هنايا من الفوق زدت شويه ديال الاعشاب المنسمه. صافي نمشيو نشوفوا الوصفه الثانيه اللي هي التحليه او الديسير، ضروري شي حاجه حلوه في النهار. فغنديروا كاس من الحليب بارد، غادي نزيدوا معاه جوج اكياس من الفانيلا، وكذلك علبه من الكريم شونتيي غبره 100 او 110 غرام. وغادي نزيدوا معاهم باش نحسوا بلوغو ديال التشيز اولا ديال الجبن، جوج قطع من الجبن المربع او اي نوع كتفضلوه من ديال الفرماج، ماشي شرط يكون نوع محدد. وغادي نزيدوا معاهم علبه من الياغورت الطبيعي بدون سكر، يعني ما ديروش بالسكر باش نخففوا الحلاوه اللي كاينه في المكونات اللي غادي نضيفوها كامله. غادي نحاولوا نطلعوا هذا الخليط، ما غاديش نحصلوا على كريمه اللي عاقده بحال اللي كنعمروا بها الحلوه، لا غادي تكون جاريه واحد شويه، ولكن ملي كنديروها في الكؤوس ونحطوها في الثلاجه كتشد راسها. هنايا غادي نديروا كطبقه اي بسكوي كتفضلوه، ممكن عندكم كيك باقي تفرتوه وديروه، او كيف درت انايا هنايا اي بسكوي عادي، بسكوي ديال الشاي. وغادي نزيد منه طبقه من فوق منه طبقه ديال الكراميل، اي طبقه ما بغيتوهاش ممكن تستغناو عليها، ولكن هذا الخليط كيجي زوين بزاف. كنديروا كميه هكذايا بالنسبه لهذا القدر او لهذا المقياس، كيعطينا 5 ديال الكؤوس كبار بهذا الشكل. انا واحد غنخليه غنديرو غير بالشوكولاط لبنتي بغاتو هكاك. اذا غنعمر 4 كندير النص من الخليط الاول ديال الفاني. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش هاد الكريم شونتيي هكا غبره ممكن يعضوه بالكريمه السائله ولكن بدون حليب طبعا. نحاولوا نقادوها، راه كتقاد بسهوله، هي ما قاطاش راسها بزاف ولكن كتبقى هكذا واقفه شويه. من بعد هذاك النص اللي كيبقى لينا، اما كنزيدوا ليه الشوكولاط مذوب اولا كنزيدوا له اللي عندنا شي كريمه
او شي ديال الدهن في الدار نزيدوها. وكيف قلت ممكن ندوبوا واحد 100 غرام ديال الشوكولاط حمام مائي ونزيدوها ونطلعوا. غادي نخفقوا مزيان غير يتجانسوا، ولا بغيتوا اللون اغمق ممكن تزيدوا الكاكاو وغنزيدوه كطبقه من الفوق. غير بشويه ديروا كميه كثيره باش تحاولوا توزعوها بشكل متساوي، او ممكن توضعوه في الثلاجه يشد راسو عاد ديروا الطبقه اللي فوق منه. انا غير درت كميه كثيره وحاولت وزع حتى جاتني مزيانه، هي هذيك الطبقات ديالي باينين. صافي غادي نستمر حتى كنقادهم مزيان، وماشي ضروري اننا نملسو من الفوق، ممكن نزينو باي حاجه تغطي لينا داكشي اللي ما بقاش، لان امبوسيبل باش يتقاد مزيان 100%، لان ماشي كريمه سائله بحال اللي كنديروا ديال الباتيسير ولا المهلبيه، كتكون سائله سخونه وكتقاد لينا وكتخلي لينا سطح مستوي. بالنسبه للزين كيبقى اختياري، اي اضافه عندكم ديروها، ممكن غير الكاكاو الشوكولات غاناش اللي كان، يعني حتى شويه تحكوه يجي مزيان، او اي نوع من المكسرات. غنخليوها ترتاح وتبرد في الثلاجه ونمشيو للسلطه. هذه اعز سلطه عندي لذيذه بزاف، كناخذوا الخس كنفرشوه، بطاطا مسلوقه مكعبات مع الملح والماء، كذلك داريكو او اللوبيا الخضراء حتى هي مسلوقه في ماء مملح، كنديروها كطبقه من الفوق. وكناخذوا مطيشه اما سوغيز او هذه الكبيره نقطعوها قطع بهذا الشكل، وكنزيدو من الفوق خيار حتى هو مقطع. يعني تحاولوا ما امكن تستفدوا من الخضر بكثره في رمضان، فهي كما كتعرفوا صحيه. صافي كديروا بيض اللي مقطع بهذاك الشكل، وطون اللي كنحطوه قطع من الفوق، والكميه ديال هاد الخضر على حساب افراد الاسره. يعني الا كانت الاسره صغيره ممكن دير كميه اقل من هاد الشيء اللي درت انا، طبيس صغير كافي. هنا كناخذوا بصل اما بصله حمراء او بصله بيضاء خضريه، كنديروها شرائح رقيقه وكنضعوها من الفوق. اللي ما كتبغيوش في هاد الشيء ممكن تنقصوه. ثم غادي نزيدو شويه ديال المعدنوس مقطع من الفوق، وحبيبات من الزيتون الاسود غادي نزيدوهم كذلك، ونحضروا الصوص ديالنا اللي غتكون خليط بين لا موطارد والمايونيز، او ديروا لا فينيغريت عاديه ديالكم اللي كديروها في السلطات. انا هذه كتجي تعجبني، كندير واحد المعلقه كبيره عامره مزيان تقريبا من المايونيز، معلقه صغيره من لا موطارد، كنضيفوا معاهم شويه ديال الفلفل الاسود وشويه ديال الملح على حسب الذوق، وكذلك معلقه كبيره ديال الخل تقريبا او الحامض. كنخلطوا الكل وكنتقلوا هذا الخليط بالزيت تقريبا واحد نص كاس ديال الزيت الزيتون، ولا ما عندكمش كما كتبغيوش المذاق ديالها ديال زيت نباتيه. انا كنفضل زيت الزيتون، كنحسوا انها عقدت مزيان وشدت راسها، كنخففوها بشويه ديال الحليب على حسب الرغبه كيفاش كتبغيو الصوص ديالكم، واش خفيفه ولا ثقيله، وكنوضعوها مباشره فوق من السلطه ديالنا اللي كتجي لذيذه بزاف. هاد السلطه قلت لكم يعني من ألد السلطات اللي كتعجبني. هنايا بالنسبه للكبده بزاف جاوني الطلبات عليها، صراحه ما عنديش في القناه، وصليتها مناسبه انني نحضرها معكم في هذا الفيديو. كنقطعوها شرائح رقيقه كنوضعوها اما في المقله كنصهدوها، يعني انا الا كانت الغمية او البقري ما كننصحش انها تسلق، انا كنسلق صراحه ديال الدجاج، واخا كنديرها مع شويه الخل والملحه وكنسلقها نسلقها باش كتحيد من هذيك الزفره. هذه غير كنصهدها فقط باش كيسهل عليا نقطعها، ولان الفران كان مشعول وسخون فدرتها فيه غير واحد المده قليله ما تفوتوش، كتبقى من داخل الخضره. وكنقطعوها مربعات على حساب الرغبه واش كبيره ولا صغيره. صافي غنستمر حتى كنقطعها كامله، ومن بعد غنوجدوا لها الشرموله ديالها. وبالنسبه للكميه على حساب الرغبه، عندي هنا كيلو اللي غادي نديروا لها في الشرموله
عادي الشرموله اللي متعودين نديروها. يعني كاينين الناس اللي كيسلقوها فكيلقى الفائده ديالها كلها كتمشي، كاين اللي كيقليها يعني كيدوزها في الطحين ويقليها وعادي يشرملها. فانا كنفضل هذه احسن طريقه بالنسبه لي انا. طبعا كتبقى اذواق. كندير الشرموله العاديه كيف قلت، الربيع، ثومه، تحميره، كمون، شويه د البزار، غير شويه اللي كيبقى اختياري ممكن نستغناو عليه. وكنطحنو كل شيء بعد ما كنزيدو شويه ديال الملح اللي كتبقى على حسب الذوق طبعا. وكندقو هاد الشرموله اولا نطحنوها اللي بغيتو، ونضيفو كميه قليله منها مع الكبده ونخليوها يعني تشرب منها. ونمشيو من بعد يعني من نحسو بها تشربت مزيان كناخدو مقله. عموما هي كتوجد غيا، ما كتاخذش يعني مجرد دقائق كتكون واجده، شي حاجه اللي سهله. انا خدمت الشرموله اللي بقات كنوضعوها في زيت في مقله، كنصهدوها واحد شويه كيحيد منها داك الشد، وعاد كنزيدو عليها الكبده اللي شرملنا من قبل، وكنزيدو كذلك مطيشه ديال الحك معلقه صغيره. كنعتذر على بالي كنصور فما صورت والو، يعني ديك الزليفه ديالها راني شللتها وزدت فيها غير شويه ديال الماء ماشي بزاف، غير باش يتجانسوا لي مع بعضهم. كنحركو وما نقويش التحراك لانها حساسه، ونغطيو عليها ونخليوها على نار مهيله باش ما تنشفش وتجينا ملبيه شويه بمريقه، ماشي بزاف، ماشي مرقه ديال التغماس، ولكن كتجي شويه واقفه، ماشي مريقه واقفه فيها، ماشي ناشفه 100%. ردوا لها البال، الا طابت كسر من الجد كتقصح، يعني كيولي العكس، ماشي كطيب كتقصح. اذا دقائق فقط غير تشوفوا المريقه صافي هي هذيك. كنزيدو شويه ديال عصير الحامض وكنطفيو عليها، يعني كنزيدو حامض كنطفيو عليها، كتكون واجده بهذا الشكل ونقدموها على حساب الذوق. التحليه ديالنا او الديسير بعد ما برد وشد راسو كيجي زوين ولذيذ وخفيف. هذا بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش تحليات ديال النشا، بزاف كيجيني الطلب اختي حليمه بغينا تحليه بدون نشا، فهي كتكون اقتصاديه اكثر، ولكن هذه طبعا كتجي احسن وكتجي خفيفه اكثر، جربوها. وبالنسبه للوصفات الاخرين هي السلطه ديالنا كنقدموها وهي طبعا بارده، وممكن نقدموا ديك الصوص اللي كتبقى كمرافقه على حسب الذوق ديال كل واحد، كيبغي الصوص قليله وكلي كيبغيها كثيره. هذه الكبده ديالنا بعد ما زدتها قطع من الزيتون والحامض اما مصير او العادي، وهذو الفطائر ديالنا كيجيو رائعين بعد ما دافيهم فرماج. كنتمنى هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، يكون عند حسن الظن ديالكم، وشكرا بزاف على الدعم وعلى التشجيع، والى اللقاء فيديو وصفه قادمه ان شاء الله. مع السلامه.